هذا يا سعيد اسمه صداع العودة للمدارس، وعشان تتفاداه لازم تبدأ التحضير من آخر أيام العطلة الصيفية، خاصة أن 35% من الأطفال يعانون من مشاكل أنهم غير مستعدين لبداية العام الدراسي. البداية بالعودة لنمط النوم 10 ساعات كل ليلة، ونبدأ قبل أسبوعين من اليوم الأول، نخلي العيال يتعودون على النوم المبكر شوي شوي. وإذا ساعات النوم تزيد في نفس الوقت نقلل تدريجياً عدد ساعات مشاهدة التلفزيون وألعاب الفيديو والكمبيوتر لأقل من ساعتين يومياً. من ناحية الأكل لازم العيال يدشون شوي شوي في روتين المدرسة مع 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين أو 3 في أوقات ثابتة. ودير بالك يا سعيد، 12% من الأطفال حول العالم يتأثر أدائهم الدراسي سلباً لأنهم ما يتريقون. أما وجبة العشاء فتأكد يا سعيد أنها تكون قبل بساعتين على الأقل من نوم العيال لنعطيهم الوقت الكافي للهضم. خلنا نحضر بداية العام الدراسي مع أطفالنا بحماس ونشاط، وعساكم دوم صحة وسعادة.